كمان من متابعتي وبحثنا عن تاريخ يعني هذه الشخصية العظيمة، يعني انتسب لكلية العلوم لدراسة الرياضيات البحتة، وانتسب بعد ما تم ترقيته لرتبة فريق لكلية التجارة لدراسة الاقتصاد كمان. ده حقيقي، لأنه هو تحديدا بالنسبة لدراسته في كلية التجارة هو كان بيرى أنه دولة تخوض حرب بدون دراسة اقتصادية أو بدون معرفة بعلم الاقتصاد يعني مش حاجة يعني لا تؤدي إلى نجاح. وهو كان إنسان يعني قارئ جيد جدا، وكان بيعرف لغات كتيرة، وكان بيحب ان هو يتعلم ويعرف كتير، فدي برضو من الصفات يعني المحمودة. هو كان في 4 لغات، الانجليزي الفرنساوي الالماني والروسي كمان. ايوه ده حقيقي فعلا، هو كان بيتكلم طبعا اللغة الروسية كانت بتساعده جدا وقتها طبعا، لانه علشان يعني التعامل مع وكان بيسافر كتير السوفيتي. في الفترة دي تحديدا كمان. لكن من احد المشاهد اللي لفتت انتباهي النهارده في الفيلم التسجيلي عن الشهيد الراحل عبد المنعم رياض، في ضريحه ان الطلبه اللي زاروه هم اللي كتبوا نشيد الوطني للقوات المسلحه على الضريح. الكلام ده مظبوط؟ والله انا يعني اخر مره كنت موجوده هناك ما كانش موجود، قد يكون، ودي لفته يعني رائعه ان هم يعني يمجدوه ويمجدوا الوطن في مدفنه، هو يعني هو مدفون في مدفن الأسرة. وإذا كانوا هم كتبوا هذا، أنا آخر مرة كنت هناك الحقيقة يمكن يكون فيديو قديم، لكن حتى فيديو الجنازة والمواطنين الشعب المصري العظيم اللي جاء من كل مكان، وكان أيامها حتى كمان يعني فكرة التواصل وإن الناس تيجي من كل مكان عشان تحضر جنازة، كان بطل ورمز للبطولة عند كل المصريين. ده حقيقي ده حقيقي.